السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاين. اليوم الحصة تاعنا نهضروا على وفاق سطيف، لوفاق سطيف اللي نورمالمون الإعانة تاع لامسية وتاع بعض الفرق اللي يلعبوا من أجل باش لهف الأموال. والله نورمالمون يروحوا نشوف يروحوا لوفاق سطيف. والله نورمالمون الاموال، شوف لما يعطوهم الواحد ثلاثه تاع لي زيكيب من اجل علفه تاع دراهم، نورمالمون يروحوا لوفاق سطيف. والله في وفاق سطيف تتلقى اموال لما يدوهم بعض الانديه ب 120 مليار باش يشعلوا لي في مينيجان عيد سعيد لانيفيرسير. والله وراهم يروحوا لوفاق سطيف، اقسم لكم بالله العلي العظيم يا وفاق سطيف، لما العام العام تخرج لك فريق تلعب به المنتخب المحلي، باش نقولوا مدرسة يعني وين تريسبيري كرة قدم. مانيش انا زعما ندير لكم ندوة صحفية اللي دارها نشطها سرار عبد الحكيم سرار، يعني وين عطى توضيحات خاصة وين تكلم على فهد حلفاية، هذا رئيس النادي اللي نهار اللي دخل الحبس دافعت عليه بقوة، خدت عليه بغاو يفركتو سطيف، بغاو يفركتو سطيف، وكانت واحد الأمور يعني شهدوا فيه شهادة زور، وربي ربي ربي يسلكه كما يقولك، ربي يسلكه. هذه يا خات على راجل راجل، والله العظيم كاين لي راجل بصح الله خالق، راهم ولاد الحرام بزاف، راهم يتلموا، راهم يجوا اكثر من راجل. هذه هي هذيك اليوم، اليوم نقولوا باللي اليوم وين سرار عطى توضيحات فهد حلفايه اللي راحت 17 مليار من دراهمه باعتلاف من عند سرار. سمعوا شو معنا بدون إطالة، ماذا بكم بارتاج وعطونا لي جيم كومونتير صحيتو. كلمو يقول لك هادو راهم شتيت حلسان نسكتو، يقول لك هاد الإدارة هادي ما يهضروا المشبوعة ولا أسميها مرتزقة، ولكن الناس هادو ما يمشيوش بالحقيقة تاع النادي وفاق سطيف. شو بنقول لكم، فريق مكلاسي برومي ينوضوا له ناس معارضه، يعني هذو خيان. انا كي نشوف نادي وفاق سطيف مكلاسي برومي، انا واحد من الناس نعتبرهم خونه، يعني ماشي معارضين. في ذا الوقت وفاق سطيف مكلاسي برومي محتاجه اموال باش تكون برومي، اللي قلك اموال موتيفي اللعابه منا، ولازم تحطهم في تحطهم في بلاصه يكونوا ملاح اللعابه، مورال كيما يقول لك معنويا وماديا. شي مدرب ملي تشوفو مديكوتي لعابه مديكوتين اموال، لازم بصح باش يخرجوا دروك معارضين النادي يكون برومي، ولا يكون يضرب على يكون في مرحله سقوط، في حاله سقوط، والله نعتبرهم خونه، ماشي ابناء المدينه كاع هذو الناس، هذو ماشي ابناء المدينه. هذه اللي نقولها انايا، مانيش نزكي انا في سر في في سرار، ولا نزكي ما نهدر مع سرار ما يعرفني ما نعرفه زيد حلفايا، بصح نتبع بطولة الجزائرية هذه هي. بعدها بشهرين كان تنصيب مجلس إدارة برئيس ومدير عام، ما يفوق 300 مليار اللي توزعت على الأشغال المجلس الشعبي، المجلس الشعبي الناس هذه، الناس هذه من مجمل المصاريف تاعنا التي تفوق 23 مليار، يصل الى اعطاء او قرض او سميها كيما تحب، فهد حلفاية هذا 17 الى 18 مليار سنتيم في الدوري الجزائري. يعني الانسان هذا ما نقلبوش ملك، عنده الايجابيه تاعو عنده السلبيه تاعو، مع هذا لونار دو لاغير اللي بريزون. الناس هذه لعبت حبيبي لعب ما يقارب ما يقارب، ربما يتكلموا على وفاق سطيف. احنا
ربما السن تاعنا انا راني في 60. سمعت شو اخ كامل مازال شاب بصح يقرب لسن 60. فات حق فيا المدير العام اللي يعرفوا العام والخاص رغم ما يقال عنه هنا او هناك، ربما هو راوي زحم في شركات وطنية، يعني إنسان ليوصل من مجمل المصاريف تاعنا التي تفوق 23 مليار يصل إلى إعطاء أو قرض أو سميها كما تحب ما يقارب 17 إلى 18 مليار سنتيم في الدوري الجزائري. يعني الإنسان هذا ما نقلبوش ملك، عنده الإيجابية تاعو عنده السلبية تاعو، مع هذا بارتي لنا نشري عليك واش كاين، راه تقولوا راح نستثمروا راح نديروا، تسمى راك دخلت في الكذب. بعد سنة يجيك هذاك المناصر يقول لك جيت نشوف الفايدة تاعي، تسمى سا دوفيان دو ليسكروكري، تسمى تو اسكروكي لاكسيونير، يعني خدعته وخديت له مواله ربما اللي سيرت بها وحدة من الشركة اللي وهي في كرة قدم. لكن الحقيقة ما تقدرش الآن في الله مادام اللي طلبناهم احنا في الموسم مازال ما قدرناش نوصل لهم، هو حق الامتياز في حي تيجان وحق الامتياز في فندق فرنسا، وفاقد الشيء لا يعطيه صديق ويقول لك الاستثمار برأس مال فارغ غير موجود. on peut pas investir avec un capital vide، ما يكون رأس مالك فارغ ما تقدرش تستثمر. موش احنا اللي عيب علينا ما قدرناش نديروا الاكتتاب، وما احنا اللي ما قدرناش نديروا المشروع، ولكن الامور لي زانسترومون اللي يسمحوا لنا باش نخلقوا قضايا او اشياء تجاريه في النادي ما كانتش في يدنا. هذا عموما انا لا توني نوري بلون، والدليل في اخر لحظه الحكم يقول لك تلعب بالبلو، خلقوا لنا فوضى وزدنا شرينا وحده، اجتهدنا شرينا وحده حمراء في يوم المباراه، او الاداره فاشله ما داوش لا توني. شنو يعني الاداره فاشله؟ احنا ماناش فاشل خويا، عمرنا ما فشلنا، وبإكيب كيما هذه لا موين داش تاعهم. والله العظيم كمل واش حاجه في قلبي نزيد نعاودها، انا لي نايض لهذا الفريق اللي راه مكلاسي برومي، هذا الفريق اللي راه يتسير فيه اداره ابناء وفاق سطيف، ابناء سطيف، يعني انا تبلي باللي راهم يسيروا فيها. خلينا الخلفيات تاعهم وصرار وفاتح الفايه وراخو لايفي ومنا وجماعه، هنا دور تاع المناصر اللي يبغي النادي تاعه يوقف مع هذه الاداره، ما يجيش ضد الاداره، ما يسمعش الناس معارضين. هذوك الناس معارضين يحوسوا كيفاش سطيف ما تديش الشامبيونه شتايله باش يبانوا هما ابطال، باش هما يقلبوها. علاش هم يضربوا عليها باش من اجل يدخلوا سرقه اموال؟ خاطش ما تصيبوش واحد كيما فاتح الفايه يمد لك 17 مليار، ما تصيبش والله ما تصيب كاع. انا على حسب ما نشوفها والله ما نحلفها والله ما تصيب كاع، ما كاش قلق لي روحو سقسوره. سقسو هذا ابراهيميه، هذا لا قاد بلامسيه، ولا واحد قاد بشباب قسنطينه، ولا سقسونا في وهران، ولا سقسو في الجي، ما كاش كذب عليك. حنا كل الاموال اللي تمدهم الدوله الانديه اللي راهم يحتفلوا في نهايه السنه بعيد الميلاد، علاش ذوك الاموال ما تقدموهمش وتعطوهم الفرق اللي تخدم، تعطي الفريق اللي يخدم هاك وفاق سطيف. نقبلك كل عام، وانتوما راكم تخدموا، راكم كيما يقول لك بامكانيات بسيطه، راكم تخرجوا لعابه. الفريق اللي راه يغذي نفسه من نفسه، من نهار اللي شفت انا هذا فاتح الفايه شفت سطيف تبيع للخارج، راني نشوف في سطيف يتبيع للخارج، خلينا مع حبه ولا زوج، بصح شوف سطيف كيفاش يتنافس في انديه يعني ملك لشركات وطنيه بإمكانيات بسيطة جدا. تشوف فريق خاسر 17 مليار ولا خاسر 40 مليار أمام فريق داي 120 مليار ما عندهم شي، جايب بريكا والله بريكا ما جايبها كاع، والله بريكا ما جايبها. أنا ماذا بيا شوف نخلي رسالة برك الأنصار
الغايورين على النادي تاعهم اوقفوا مع هذه الاداره والله العظيم. خاطش الا راحت هذا وقت راه صعيب، الا راحت هذه الاداره والله لا خلصتوها غاليه، ونقولها لكم ونعاودها لكم.